أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من أخبار نت، نقلب فيها معكم بعض الأخبار من على صفحات مواقع الأخبار من على شبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى أبرز ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وبعض الفيديوهات المختارة من موقع يوتيوب. نبدأ بأهم عناوين أخبارنا في هذه الحلقة. إسرائيل تمنع عدائي غزة من المشاركة في ماراثون بيت لحم. فضيحة لحوم خيول مخلوطة في منتجات لحوم بأوروبا تهدد صناعة اللحوم في عدد من الدول. وزراعة رحم لامرأة ولدت بدون رحم لأول مرة في العالم. كانت هذه عناوين وأخبارنا، نذكركم مشاهدينا بمواقع التواصل الخاصة بنا والتي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بآرائكم ومقترحاتكم المختلفة. فاصل قصير نبدأ بعده تفاصيل أخبارنا. نبدأ أخبارنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعاني الفلسطينيون من القمع الإسرائيلي وتعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي لم تترك أي مجالا إلا وضعت بصمتها المكروهة والوحشية عليها. حتى الرياضة لا تدع الفلسطينيين فرصة أو مجالا ليمارسوها بحريتهم. منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان معنية بحرية الحركة الفلسطينية اسمها جيشا قالت إن السلطات الإسرائيلية منعت مؤخرا عدائين فلسطينيين من غزة من المشاركة في ماراثون بيت لحم الذي ينطلق الأسبوع الجاري. أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض طلبا من اللجنة الأولمبية الفلسطينية للسماح للعدائين الفلسطينيين بالوصول إلى الضفة الغربية للمشاركة في أول ماراثون يقام في بيت لحم. أصداء فضيحة لحوم الخيول المخلوطة ما زالت تلقي بظللها على الأمن الغذائي بأوروبا خاصة في فرنسا، حيث ما زالت الحقائق والأرقام تتوالى عن تبعات هذه الفضيحة المخزية. مؤخرا أشارت بعض الحقائق إلى أن فرنسا تعد من أكثر الدول الأوروبية تضررا من هذه الفضيحة أو هذه الكارثة الغذائية، حيث أشارت نتائج اختبارات الحمض النووي وجود أثار لحم خيول في منتجات اللحوم البقرية في فرنسا، وأنها تعد أكثر الدول الأوروبية التي وجدت بها حالات لهذه الإصابة، ومعدلها يبلغ أكثر من حالة في كل 8 عينات تم اختبارها. أكدت المفوضية الأوروبية أن النتائج الكاملة للاختبارات أشارت إلى أن 5% تقريبا من جميع منتجات اللحم البقري المختبرة جاءت نتائجها موجبة. أمل جديد للسيدات التي حرمنا من الإنجاب ويريدنا ولادة أطفال والتمتع بهم، هكذا توصل فريق من الأطباء في إحدى الجامعات التركية بمدينة أنطاليا مؤخرا بعد أن قاموا بزراعة رحم لامرأة متوفاة لأخرى ولدت بدون رحم. السيدة اسمها ديريا سيرت، وهذه الجراحة التي خضعت لها تعد الجراحة الأولى من نوعها في العالم، وكانت قد عولجت عن طريق التخصيب الصناعي بعدما أجريت لها عملية زراعة الرحم في أغسطس من عام 2011. فريق الأطباء المشرف على العملية قال إن النتائج الأولية تشير لحدوث حمل، كما أكد تجاوب المريضة مع العلاج بشكل جيد. ويذكر أنه 1 من كل 5000 امرأة في العالم تولد دون رحم، وتخضع الآلاف من النساء لجراحات استئصال رحم نتيجة الإصابة بالسرطان أو أمراض أخرى، مما يحرمهن من الحمل، وهو ما يجعل عمليات زراعة الرحم تعطي أمل جديد للعديد من السيدات في أن يصبحن أمهات في يوم من الأيام. هل هناك علاقة ما بين السعادة الزوجية وزيادة الوزن؟ هذا التساؤل أثار شغف الكثيرين، خاصة بعدما لوحظ أن عدد كبير من الرجال والسيدات تزيد أوزانهم بشكل ملحوظ بعد الزواج. هذا التساؤل جاءت الإجابة عليه في دراسة طبية ألمانية حديثة أكدت أن هناك علاقة بين الأزواج الأكثر سعادة واستقرارا من الناحية العاطفية وبين
تعرضهم للبدانة وزيادة الوزن. كشفت الدراسة أن الأزواج غير السعداء الذين يعانون من الخلافات الزوجية والمشاكل حافظوا على وزنهم المثالي. وشملت الدراسة نحو 170 من المتزوجين حديثا، تم قياس أوزانهم على مدى 4 سنوات ومعرفة مدى رضاهم عن حياتهم الزوجية. وكانت النتيجة كيلوغرامات مكتسبة أكثر للأزواج الأكثر سعادة مقابل انخفاض الدهون عند الأزواج المصابين بالحزن والإحباط والمشاكل المتكررة. الباحثون أرجعوا ذلك إلى عدم اهتمام الزوجات بشكلهن العام في مقابل تركيز اهتمامهن على الأزواج، والعكس صحيح. وذكر الباحثون أيضا أن الأمر قد يكون له علاقة بكون هرمونات السعادة تنشط أكثر لدى الناس السعداء، وأن تلك الهرمونات تقوي مناعة الجسم وتجعله يقاوم الأمراض. دراسة أخرى تحدثت عن الأنظمة الغذائية من منظور الأماكن المختلفة التي تفرض نمط غذائي معين ويختلف من منطقة إلى أخرى. هذه الدراسة الإسبانية كشفت أن نظام الغذاء المتبع في مناطق البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر مثالية في العالم، لكونه يضمن الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، ولكونه نظام غذائي مثالي لاحتوائه على البقوليات والأسماك وزيت الزيتون بالأضافة إلى الخضروات والفواكه. الدراسة أجريت في جامعة برشلونة وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم حول تأثير اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على القلب، واستغرقت قرابة 5 سنوات وشارك فيها نحو 7500 متطوع تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاما، بينهم مدخنون ومصابون بالسمنة ومرض السكر وغيرها من الأمراض التي من شأنها أن تؤثر على صحة القلب. وقد التزم المتطوعون بنظام غذاء البحر الأبيض المتوسط وتم رصد تحسن ملموس في حالتهم الصحية. نذهب إلى الصين، واكتشافات وابتكارات علمية متجددة دائما تدهشنا بها الصين من حين إلى آخر، ويبدو أنها استغلت وجود أعلى منطقة لها وهي منطقة التبت والتي يطلق عليها اسم سقف العالم في صناعة تلسكوب متطور وضخم في هذه المنطقة الواقعة جنوب غربي الصين. أعلنت أنه سيتم تشغيله تجريبيا بنهاية هذا العام، وبالتالي سيزيد من عمليات الرصد الاحترافي ومراقبة الظواهر الفلكية والفضائية الخارجية. يطلق العلماء على التلسكوب اسم كوزما، ويديره بشكل مشترك علماء صينيون وألمان، وهو تلسكوب موجات دون المليمتر وطوله 3 أمتار، ويتم اختباره حاليا في مدينة لاسا عاصمة منطقة التبت الذاتية الحكم. التلسكوب الجديد يعتبر أول تلسكوب موجات تحت المليمتر، ويتوقع أن يحقق ما وصفه العلماء الصينيون باختراقات في أبحاث الفلك وعلوم الفضاء. فيديو قديم يعود إلى عام 1938 انتشر مؤخرا على شبكة الإنترنت، لكنه أثار دهشة واستغراب الكثير ممن شاهدوه، لأنه ببساطة تظهر فيه فتاة ترتدي ملابس تعود إلى حقبة الثلاثينيات، لكنها تمسك بما يشبه الهاتف المحمول وتتحدث من خلاله إلى شخص ما، وهو الهاتف الذي لم يتم اختراعه بعد في تلك الحقبة. القصة ببساطة كشف عنها ابن حفيد بطلة هذا المقطع الذي ظن الكثيرون أنه جزء من أحد الأفلام الخيالية، لكن ابن حفيد الفتاة التي تدعى جيرترودا جونز والتي أصبحت الآن كبيرة السن قصت لحفيدها على الشبكة العنكبوتية أنه تم تسجيل هذا الفيديو لها وهي في 17 من عمرها. أكدت الجدة أنها كانت تعمل بإحدى شركات الاتصالات، وأن هذه الشركة كانت بصدد إطلاق مشروع هواتف لاسلكية في ذلك الوقت، وسلمت 5 هواتف لموظفيها للتجربة، وأنها كانت تتحدث بهذا الهاتف اللاسلكي مع أحد زملائها الذي كان يوجد بالقرب منها. خدمة جديدة أطلقتها شركة جوجل للبرمجيات وخدمات الإنترنت لمستخدميها، تمكنهم من استخدام أو التحكم في حساباتهم بعد الموت من خلال الاختيار بين إلغاء بياناتهم أو جعلها متاحة أمام الأصدقاء الموثوق بهم. الخدمة المسمى مدير الحساب غير النشط لمستخدمي جيميل وخدمات درايف وجوجل بلاس وبيكاسا تمكن المستخدمين من أن يحددوا ما إذا كانوا يرغبون في أن يتم تفعيل تلك الخدمة بعد 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرا من عدم الاستخدام. كما أنهم يستطيعون تحديد إجراءات مختلفة معينة لخدمة مختلفة، مثل منح محامي سلطة الدخول على البريد الإلكتروني، ومنح أفراد الأسرة فرصة الدخول على الصور في خدمة بيكاسا.
مشاهدينا، كانت هذه باقة من بعض الأخبار المختارة من بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت. فاصل قصير ونبدأ بعده في تحليل واستعراض أبرز مداولات النشطاء على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي. النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تبادلوا مؤخرا صور للمجازر التي حدثت للمسلمين في بورما، هذه المأساة الإنسانية التي ألقت بظلالها على مداولات النشطاء على الفيسبوك. إحدى هذه الصور للمجزرة حدثت في 30 مارس عام 2013 لمسلمي بورما، وتساءل النشطاء تحت هذه الصورة أين الدعم العربي والإسلامي لهؤلاء وأين الضمير العالمي؟ صورة أخرى لمسلمي بورما الذين يعانون من اضطهاد كبير تبادلها نشطاء الفيسبوك، وهي صورة لطفل صغير بيحتضن طفلة أصغر منه وتبدو خائفة للغاية. يدعو النشطاء من خلال هذه الصورة في تعليقاتهم إلى مؤازرة مسلمي بورما ودعمهم. صورة أخرى جذبت عدد كبير من النشطاء على ساحة الفيسبوك لإحدى أسواق الخضر والفاكهة في إندونيسيا، ويبدو فيها الجمال الظاهر في تناسق الألوان والنظام والتحضر والبساطة. النشطاء كتبوا تعليقات مختلفة على هذه الصورة وأبدوا إعجابهم بها وتمنوا لو كانت كل أسواق الخضر والفاكهة في العالم وخاصة في مصر بهذا الشكل الرائع. من إندونيسيا إلى الصين، حيث تبادل نشطاء الفيسبوك صورة لأحد الجسور الدائرية للمشاة في الصين التي توضح مدى جمال التصميم المعماري والهندسي لهذا الجسر، سواء أيضا في تفكيره أو طريقة التفكير فيه أو طريقة تنفيذه. وكما نشاهد هذه الصورة التي يظهر فيها هذا الجسر الرائع. الإبهار والإبداع في تصميم المباني المختلفة يأخذ في بعض الأحيان أبعادا مثيرة للدهشة والاستغراب. إلى هذا الحد تبادل نشطاء الفيسبوك صورة لأحد المباني في تايلاند الذي تم تصميمه على شكل بصمة أحد الأصابع. نبدأ الآن استعراض بعض التغريدات للمشاهير وقادة الرأي على ساحة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونبدأ بتغريدة للباحث المفكر والداعية الدكتور طارق سويدان. قال فيها: هناك من يعيش في تشاؤم دائم ولا يرى سوى الظلام، بينما الأفضل أن تعيش بالتفاؤل، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، تفاءلوا بالخير تجدوه. في تعليقه على ما يحدث من اضطرابات في دول الربيع العربي التي تعرضت لثورات أطاحت بحكامها الدكتاتوريين بعد سنوات من الفساد، كتب عزمي بشارة الناشط السياسي الفلسطيني المعروف في تغريدة له على تويتر حذر فيها من المخاطر التي تتعرض لها دول الربيع العربي. كتب يقول: هناك دول تعتقد أن الثورات قضية خطيرة جدا ويجب أن تفشل وتستثمر في هذا أموالا طائلة لا تدفعها إلا دول، وهناك من يخطط لها. بعد اللقاء الذي أذيع مؤخرا للرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه مقاومة سورية عاتية من شعبه، كتب الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي يقول في تغريدة له على تويتر إن قراءته للخطاب هو أن الأسد يهدد الأردن وتركيا ويحذر من تفجير المنطقة. مشاهدينا الكرام، نذهب لفاصل قصير، بعده نبدأ عرض مجموعة من الفيديوهات المختارة من موقع يوتيوب، ابقوا معنا. هل يمكن الأمهات أن يتركن أطفالهن بصحبة الثعابين بل يقمن
بتركهن يلعبن مع الثعابين. هذا ما حدث بالفعل في كمبوديا، حيث أظهر فيديو مؤخرا نشر على موقع اليوتيوب لطفل صغير يبلغ من العمر 9 سنوات يعيش مع ثعبان ضخم يقوم باحتضانه واللعب معه. الأم تشرح كيف أن الطفل مرتبط بهذا الثعبان منذ الصغر ولا يستطيع أن يفارقه أبدا، وأن العلاقة المتبادلة بينهما هي الحب. نتابع هذا الفيديو ونعود مرة أخرى. فيديو آخر من على موقع اليوتيوب لسمكة قطعت رأسها وشقت نصفين، ورغم ذلك لا تزال تتحرك. لا نملك إلا أن نقول عندما نشاهد هذا الفيديو سوى سبحان الله. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أخبار نت. نرجو أن تكون جميع فقراتها قد نالت إعجابكم واستحسانكم، ونذكركم قبل أن نترككم بمواقع التواصل الخاصة بنا والتي يمكن من خلالها أن نستقبل آراءكم وتعليقاتكم المختلفة. مشاهدينا، في انتظار مقترحاتكم ورسائلكم المختلفة. وصلنا بذلك لنهاية هذه الحلقة من أخبار نت، نترككم في رعاية الله وإلى الحلقة القادمة من أخبار نت. وحتى ذلك الحين لكم أطيب الأمنيات من أسرة عمل فريق أخبار نت. إلى اللقاء.